لبن ذكر هو اسمه كده يعني. احط شويه زيت صغيرين كده بالنسبه عشان خاطر ما اعمله ما يسقش في العيد. اي خلي تاني يوم بس الطبق كده احسن من القلم. القلم بيقطع الرموش. طب مين بقى اللي عملك؟ قلت لي اتعلمتها من اختي. واختي اتعلمتها من واحده جيراننا يعني. كده الزيت هو اللي هيخليها تولع. ايوه ما لازم تتخمر في زيت. شوفي كده لو حطينا الصينيه كده عليها شبك وتعملها عشان ما يطرش. ادي بقى شوفي شوفي سيدي هات فرجاش. ايوه باخدها بس وقت لقحيها. بس وقت لقحيها. وقت لقحيها انا لقحها يعني.